السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للطرق عندنا حديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجروا في الطريق الميتاء، الطريق الواسعة التي يكسر دور الناس بها بسبعة أذرع. يعني ساعة الطريق تكون على الأقل إذا تشاجر الناس عليها سبعة أذرع، يعني 3 متر ونص، ده الاتساع. قال فرقاق ابن كنانة: إن الناس يجب أن يتركوا لشوارعهم وزقتهم ما يتلائمهم وأكثر ارتفاع وأضخم شيء يمر من خلالها. وقال مالك: يجب أن يتركوا الاتساع الكافي لأثقالهم ولأنفسهم والذي يمكنهم بذلك من المرور. يعني أنت ممكن تشوف أكبر عربية كبيرة ممكن تعدي أنت محتاجها، وتقول قياسا على كده هنعمل الطريق مثلا بالشكل ده، أو إحنا محتاجين مثلا 3 شوارع رايح 3 شوارع جاي مثلا. والمتابعة في المدن الإسلامية اتساع الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية تكون أقل اتساعا من خلال الشجرة. وكان المسجد النبوي يحتل مركز المدينة وشكل نواتها، فمنه آلية تمتد الشوارع والطرق الرئيسية في اتجاه ضواحي وأطراف المدينة. فقد أشارت الروايات التاريخية إلى طريق يمتد من المسجد ويتجه غربا حتى يصل إلى جبل سلع، وطريقه من المدينة يخترق منازل بني عدي بن النجار ويصل إلى قباء جنوبا، ومن قباء يوجد طريق يتجه شمالا إلى البقيع. عن هذه الشوارع تتفرع طرقات سنوية لتسهيل التواصل بين مختلف أطراف المدينة. والإشارة في أن التوسع العمراني والامتداد الحالي للمجال للمدينة أدى إلى إقامة مساجد على مستوى الأحياء، وهي مساجد للصلوات الخمس فقط، فيما صلاة الجمعة كانت تقام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره المسجد الجامع، وكان الرسول هو من يشرف على إنشاء هذه المساجد، كما يتبين ذلك من حديث جابر بن أسامة، حيث قال: لقيت رسول الله بالسوق في أصحابه فسألتهم أين يريد؟ فقالوا: اتخذ لقومك مسجدا. فرجعت فإذا قومي، فقالوا: حط لنا مسجدا. وغرز في القبلة خشبة عشان يعرف اتجاه القبلة. ومثل الكوفة كانت معسكر حربي منذ السنة 17 هجريا، أسسها سعد بن أبي وقاص، وحدد اتساع شوارعها الرئيسي بـ40 ذراعا، أما الشوارع الفرعية فحددها بـ60 ذراعا، وحدد الأزقة بسبعة أذرع. وكل مصمم له أن يزيد كما شاء، فليست هذه الأرقام قياسية وإجبارية، وكل مدينة لها أحوالها، والأساس هو راحة سكان المدينة. وبالنسبة للمناخ، يتأثر تخطيط الشوارع بعوامل المناخ، فهناك مدنا كانت شوارعها تتجه من الشمال إلى الجنوب حتى تكون عمودية مع حركة الشمس الظاهرة، وهذا ما يجعل الشوارع تكتسب ظلا طوال النهار، إضافة إلى اكتسابها الرياح الشمالية التي تساعد على استمرار برودتها أطول فترة ممكنة. ومن الأمثلة على ذلك في القاهرة ومدن صعيد مصر والدرعية أو في المناطق الباردة، تأخذ الطرق شكلا عكسيا بين الشرق والغرب لاكتسابها التدفئة والشمس طوال النهار، ولتجنب الرياح الشمالية والشمالية الغربية طوال العام. ومثال على ذلك المدن الساحلية مثل الإسكندرية، وكما بعض المدن بتضليل شوارعها عن طريق الرواشن، جمع روشن، وهي الأجنحة التي تبرز إلى طول إلى عرض الشارع، وهذه الظاهرة واضحة في مدينة الموصل في الطوابق العليا من المباني. يحدثنا أبو يعلى الفراء عن تخطيط البصرة فيقول: وقد مصرت الصحابة البصرة على عهد عمر وجعلوها خططا لقبائل أهلها. مصرت يعني أصبحت بلد، لأن مصر معناها بلد. فجعلوا عرض شارعها الأعظم هو مربدها 60 ذراعا، وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع 20 ذراعا، وجعلوا عرض كل زقاق 7 أذرع، وجعلوا وسط كل خطة من رحبة فسيحة لمربط خيلهم وقبور موتاهم وتلاصق في المنازل، ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأي يتفقوا عليه أو نص لا يجوز خلافه. والقاعدة أن الطريق حق للناس جميعا، فلا تضيق عليهم إلا بإذن ولا لا الآن ولا مستقبلا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع من طريق المسلمين أو أثنيتهم شبرا من الأرض توقف الله يوم القيامة من 7 الأرضين. وقال ابن حبيب المالكي: سألت مطرفا وابن الماجون عن الرجل يبني أبرجه في الطريق ملصقة بجداره، هل يمنع من ذلك ويؤمر بهدمه إذا فعل ذلك؟ فقال لي: نعم، ليس له أن يحدث في الطريق شيئا تقصه به، وإن كان ما أبقى من الطريق واسعا لما سلكه رأس الطريق ونارته. قد كانت قرطبة في أيام الحاجب المنصور الوزير محمد بن أبي عامر واحدة من أعظم المدن في العالم، ويقال أنها كانت تحتوي على 200,000 قصر و600 مسجد و700 حمام، وكانت طرقها مرصوفة بالحجارة ومحفوفة بتوارين على الجانبين، وكانت تضاء في الليل حتى يقال أن المسافر
كان استطيع أن يسير على ضوء المصابيح وبين صفين من المباني مسافة 10 أميال.